بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طلبك الصف الأول الثانوي في الفصل ده، احنا هناخد الدرس الثاني في الفصل الثاني. احنا قلنا ان الفصل الثاني احنا مقسمينه لثلاث دروس. الفصل الأولاني كنا مقسمينه الأربعة، الفصل الثاني مقسمينه لثلاثة. خلصنا الجزء الأولاني وكتبنا وقلنا فيه اللي هي أبعاد الهوية المصرية، إيه هي المواطنة الصالحة، وتاريخ المواطنة، والدستور المصري هل تبنى المواطنة ولا لأ. طيب الجزء ده هناخد إيه؟ بعض القيم وهنتكلم عنها. زي إيه؟ زي قيمة المسؤولية، قيمة مهمة جدا لحياة الإنسان، قيمة الحرية، قيمة المسؤولية، قيمة التسامح، وهكذا. القيم دي أثرها إيه داخل الإيه أو تبع فكرة المواطنة الصالحة. طيب هنتكلم عن أول حاجة اللي هي من قيم المواطنة، قيمة المسؤولية. إيه هي المسؤولية؟ أنت مسؤوليتك تجاه نفسك تعمل إيه؟ مسؤوليتك تجاه مجتمعك تعمل إيه؟ مسؤوليتك تجاه الدولة اللي أنت عايش فيها. غير كده طيب نتبادل بقى الوظيفة ونقول طب مسؤولية الدولة تجاه للإنسان تعمل للمواطنين تعمل لهم إيه؟ فهنبتدي نتكلم على واحدة واحدة. نعم، والمسؤولية هي إحساس الفرد بمسؤولياته، يعني بالأعباء، إنه يستطيع إن يقوم بالأعباء اللي إيه اللي موكلة ليه، نحو مجتمعه ومنها نحو نفسه الأول وبعدين نحو مجتمعه. أولا مسؤولية المواطن تجاه نفسه زي إيه؟ هي حسن خلقه، يعني أتربى على قيم ومبادئ الأهل لازم يربوني عليها. تقدر القيم والمبادئ والأخلاقيات دي تخليني أبقى إنسان كويس مع نفسي، صالح، أنا صالح، إنسان مش بيكذب، إنسان بيقوم بعمله، إنسان صادق مع الآخرين، بيبقى متعاون معهم وهكذا. يضبط غرائزه، يعني دي حاجة مهمة جدا، إنسان يبقى انفعالاته وغرائزه بيقدر يتحكم فيها، وأمانته في العمل. يبقى من مسؤولياتك تجاه نفسك أخلاقك تبقى جيدة، تضبط غرائزك وتكون أمين في عملك. طيب مسؤولية المواطن تجاه المجتمع هي المحافظة على الممتلكات العامة وتنميته تطويره، يعني لما أكون في مكان أو في شغلي أحاول أن أنا أطور شغلي، أحاول أن أنا قوي، أحاول أن أنا يعني أبقى مداعم لي، مش أبقى أنا اللي هادم لي. زيادة العمل التطوعي، أحاول أتطوع لأني أخدم بعض الأفراد من المجتمع، مش لازم يكونوا أهلي بس ناس محتاجين. أن أنا أحاول أني أنا ملقيش القذرات في الشارع، يعني أجمله لو أقدر، أجمله، أكله شرعي، نظف سلالمي، وهكذا. يعني أنا أحافظ على المجتمع، أو على أقل ما فيها مش أنا اللي أخليه قذر، يعني مش أنا اللي ألقي بيه، ألقي الزبالة في الشارع وأقول أن أنا كده محافظ على مجتمعي. طيب مسؤولية المواطن تجاه الدولة، طيب هي احترام مؤسساته الدولة والقوانين وعدم تجاوزها. بس الدولة هتوضح لك كل حاجة، عايز تملك عقار يبقى هتعمل 1 2 3، ده قانون. عايز تكون تدخل مدرسة هيقولوا لك المطلوب منك، عايز تنقل من وظيفة لوظيفة هيقولوا لك المطلوب منك ايه، عايز تتعالج ايه الإجراءات اللي تعملها. يعني هتبقى انت بتحترم المؤسسة بتاعت الدولة والقوانين. في حد اعتدى عليك بأي حاجة هتروح للمؤسسة الشرطية عشان تشتكي، علشان تاخد حقك فيما بعد، لكن مش انت اللي هتاخد حقك بايدك. يبقى ده اللي اسمه احترام للمؤسسات، بسيب كل مؤسسة تقوم بواجبها. طيب النقطة التانية، مسؤوليات الدولة اللي هي حقوقك انت كمواطن بتبقى مسؤوليات للدولة، وهي مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة لمواطنيها مثل السكن والتعليم والصحة وتحقيق ذلك من خلال 3 سلطات. احنا عندنا سلطة اسمها السلطة التشريعية وهي البرلمان،
مهمته انه بيعمل القوانين والتشريعات، وبيقر الموازنة بتاعت الدولة، وبيراقب كل الوزراء في اعمالهم. يعني الدولة تقول له انا هصرف على التعليم كذا مليار، انا هصرف على الصحة كذا، انا هصرف على، فالمجلس الشعبي بيوافق، يعني الشعب نفسه بيوافق، ما هو انا اخترت نائب عني في المجلس، يبقى بالتالي لما هو يوافق كأني انا وافقت، او الحي كله وافق، لان احنا مختارينه نيابة عن الحي، مش كده؟ طيب يبقى السلطة التشريعية بتنظم، بتسن قوانين، وبعدين بتقر الموازنة العامة، وبعدين كمان بتراقب الوزراء، الوزراء فعلا بيقوموا باللي عليهم ولا لا. طيب زي بالظبط لما يكون عندك اللي هو ساعة الكورونا، جابوا وزيرة الصحة وسألوها ايه الإجراءات اللي انت عملتيها علشان تخففي وطأة الكورونا على المصريين، فقالت احنا جبنا أدوية، جبنا تطعيمات، عملنا كذا، ننشد رئيس الوزراء ان هو يخلينا نقفل، نغلق الدور السينما والحاجات اللي فيها أماكن اللي فيها تجمعات، وبعدين يشوفوا بعد شوية هي فعلا عملت الكلام ده ولا لا. طيب ايه السلطة التنفيذية اللي هي بتنظم بتنفذ على الأرض، اللي هي وضع السياسة العامة للدولة والإشراف عليها والقوانين وحفظ الأمن اللي هي الوزراء. طب ايه السلطة القضائية؟ السلطة القضائية اللي هي بتفصل في المنازعات بين الأفراد بينهم وبين بعض، وبين الأفراد وبين الايه الدولة. يعني لو في اي خلاف اللي هي الجنايات والسرقه والنشل والمش عارفه والبيع والشراء والحاجات دي، كل الخلافات دي، ولو انت بتشتكي حاجه للدوله بترفع قضيه، والسلطه القضائيه هي السلطه التالته. يبقى مسؤوليات الدوله بتتنفذ من تشريع في مجلس الشعب، والوزاره تنفذ، والحكومه تنفذ هذه التوصيات والقوانين، وفي سلطة قضائية لو في أي خلاف بينك بين الدولة وبين أحد الأفراد والعكس، أو بين فرد وفرد، أو فين عيلة وعيلة وهكذا يعني. طيب نيجي بقى لقيمة زي قيمة التسامح. كلمة تسامح يعني إيه؟ خدوا بالكم يا جماعة، القيم دي تعرف يعني إيه كلمة تسامح، يعني إيه كلمة مسؤولية، دي مهمة. التسامح هو احترام وقبول الآخر. يعني ايه؟ يعني أنا عايشة، احنا عايشين مع بعض كجيران، في جار أسمر، في جار يهودي، في جار مسيحي، في جار مسلم، كلنا بنتعامل مع بعض بأخلاقيات عالية، بقيم وأخلاقيات وتعاون، وبنحترم أديان بعض، مش استهزاء، تستهزئش بالآخر، ما تقولش لا ده لونه كذا، لا ده مش عارفة، ده قصير، ده نحيف، ده متخلف، ده لا، انت عليك التسامح هو قبول واحترام، مش بس ثقافتك، لا احترامك انت، يعني عدم التنمر زي دلوقتي يعني. وممارسة التسامح لا يعني قبول الظلم او التهاون، يعني مش معنى ان انا سيبك اتسامح معك تهني ولا تجرحني او تتنمر علي او تستهزأ بي انا اسامحك، لا، التسامح هو اني احترمك زي ما انت، طالما انت ما تعدتش خطوط العلاقة السليمة بيننا وبين بعض. في الديانة المسيحية مليئة بالتعاليم التي تلزم المسيحيين بالتعامل مع الآخرين بالمحبة والتسامح، لأن من الظلم أن تتناحر، يعني تختلف الشعوب أو تتخانق وتسفك الدماء البريئة بسبب اختلاف معتقدات. يعني طبيعي هنلاقي الأديان كتير وفي ناس متمسكين بديانهم، طب وانت ايه اللي مزعلك؟ طالما هو بيتعبد لربه خلاص، يعني مش بيضرك، انما يرفع السلاح عشان يجبرك على انك انت تلتزم بتعاليمه، لا، يبقى هنا كده مفيش تسامح بقى. طيب اما الاسلام شجع التعايش مع الاخرين في امان وسلام، فقد عفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اهل مكة حين فتحها، ورغم ما تعرض له من ظلم، ما قال لهمش لا لازم تخشوا الدين الاسلامي، لا، هم ربنا يهديهم، لكن في نفس الوقت ان لازم نعيش بسلام وامان، واللي وعايزه تعيشي بسلام وامان بتنشري ثقافه التسامح.
كيف ننشر ثقافة التسامح وقبول الآخر؟ عن طريق الحوار. لما بتقعد تتحاور مع الآخر بتوصلوا لطريق أو نقطة سلام بينك وبينه، لأن الحوار والتواصل بيخلق مساحة للنقد والفكر. مش نقدي إن أنا مش قادر أتكلم معك بعقل أو شتمك أو ضربك، لأ، الحوار والوصول لحلول تحقق السلام بيننا وبين الآخرين شيء طبيعي. قبول ثقافة الآخر ليس معنى قبول ثقافة الآخرين الاقتناع التام بيها، لأ، مش لازم أنا أقبل الأفكار أقول لأ دول ناس كفرة دول ناس، طب خلاص يا سيدي أوكي، اتعامل معاهم على إنهم ناس عايشين معك في الحياة بس. طيب ما أنت بتسافر بره وبتاكل من الأكل بره، ما هم كفرة بتاكل ليه بقى؟ لأ ما نقولش كده، الحياة عمرها ما هتستقيم بفكر واحد. لو ربنا أراد إن ينزل دين واحد بس كان نزله، تعددت ليه؟ علشان يبقى احنا شعوب وأمم. طب انا الصيني ده مختلف عني شكلا، الأجنبي الألماني مختلف عني شكلا، هل معنى ذلك ان انا وحش ولا هم حلوين ولا العكس؟ استحالة، ربنا اساسا مش ده خالق كل بني آدم ببصمة، يعني خلقنا مختلفين ليه؟ علشان يبقى فيه احترام ما بيننا وبين بعض. انا عايز اي حد يدخل الدين بتاعي انا بتعاليم، انا لو نفذت تعاليم ديني واحترمت الاخر ممكن يفكر يقولك الدين ده كويس شكله، لان الناس بتتعامل معاه بطريقة كويسة، الناس عندهم امانة، الناس عندهم ذمة، الناس عندهم ضمير، الناس مش بيخونوا. طيب من القيم بقى كمان اللي هي قيمة القيم الموجودة، وإحنا خدنا المسؤولية وخدنا التسامح، هناخد قيمة الحرية. الحرية طبعا شيء مهم جدا جدا جدا، بس الحرية يا جماعة فلسفيا حتى هي قدرة على الاختيار، ومفيش إنسان بيختار، مفيش إنسان بيختار يعني بيمارس حريته إلا لما يكون قد الاختيار. ليه؟ أنا لما اختار خط أو طريق لازم أبقى عارف إن أنا ممكن أتجازى فيه أو ما أتجازاش فيه، يعني أبقى متحمل عواقبه، أبقى متحمل عواقبه، أبقى عارف إن أنا همشي في الطريق ده وهختار التعب. زي مثلا يعني المثل بسيط وانتوا بتختاروا بين الأدب والعلم، أنا بخيرك خش الحاجة اللي انت هتقدري عليها، انت بتختاريها وبقولك اعملي اللي انت عايزاه عشان انت اللي هتتحملي مسؤولية اختيارك. يبقى الحرية مش بس اختيار قدرة على الاختيار، لا، اتحمل عواقب اختياري. فهمتم يا جماعة؟ دي مهمة قوي. الحرية قيمة جوهرية لإقامة حكم ديمقراطي والشعور بالعدالة والكرامة، ولكنها ليست حرية مطلقة، مش حد حرية مطلقة إطلاقا، بل هي حرية مسؤولة. يعني إيه؟ أختار بس أبقى مسؤولة عن اختياري. طيب هنيجي هنا، هي أنواع الحرية بقى، أو هم يعني نمطوها أو يعني خلوها كده بأشكال معينة، زي حرية الاعتقاد. فالإنسان حر في إقامة شعائر دينه في أمانة وفي أمان. من حقك قوم ساعة ما بتيجي العيد بتاع المسيحيين بيروحوا الكنائس وبيصلوا وبيعملوا قداسهم، والمسلمين لما بيكون في كل يوم جمعة أو بيروحوا يصلوا، وفي العيد بنروح ننزل نصلي في الجوامع، وإيه اللي فيها ده اسمها حرية الاعتقاد. أكون حر اخترت المعتقد اللي أنا عايزه وأنا ماشي عليه. حرية التنقل، وهي حرية ان الانسان يبقى داخل وطنه بيقدر يسافر من مكان لمكان بدون قيد او شرط. مش معقول يقوليلي عشان تروحي مثلا طنطا من مصر لطنطا او من مصر لإسكندرية لازم يكون لك جواز سفر، لا، ده انا داخل القطر نفسه، يبقى ازاي يبقى محتاجة جواز؟ دي حريات اللي هي الحريات العامة، يعني حرية العمل، حرية ان الانسان يختار المهنة والمكان اللي هو هيشتغل فيه. بس هالحرية هنا ايه؟
انا لازم اقدم المسؤوليه. مسؤوليتي ايه؟ ان انا قدرت اخد الشهاده اللي اشتغل فيها. يعني انا مش هشتغل مدرسه من غير ما يكون معايا شهاده من كليه الاداب، ان انا صالحه ان انا ابقى دارسه الماده بتاعت علم النفس، عشان كده مدرسه علم نفس، وهكذا. طيب ولكن طبعا مش كل المهنه اللي انت بتختارها. انا ممكن اختار مهنه زي مهنه تجاره المخدرات، يعني دي مهنه الحكومة الدنيا هتسيبك كده وتقولك يلا يا عم روح تاجر؟ استحالة. حرية التملك، انت من حقك طالما معاك المادة اللي هي الفلوس اللي تقدر تملك بيها عقار، من حقك انك انت تمتلكه وبتسجله في شارع عقار باسمك، ومفيش اطلاقا اي حد يقدر يعتدي عليه. السلطة التنفيذية بتاخد لك القرار وبترفعه للسلطة القضائية، واي انسان يجي يعتدي عليك في حقك تقدر تاخد حقك منه. حرية التعبير، ودي حاجة مهمة جدا، اقول رأيي ولكن من غير غلط. فلنفرض ان ليا رأي لوزير او ليا رأي لرئيس الجمهورية، قال كلام او حاجة، من حقي ان هو اقول له رأيي او اقول له سؤالي عن طريق النت لو هو عنده صفحة على الفيسبوك. من حقي ان انا خاطب الوزير، ممكن اروح اخاطبه عن طريق الوزارة بجواب رأيي في حاجة، او اني اناشده ان هو يسمعنا في مقترح معين للتربية والتعليم، انما بدون حرية بقى، بس حرية مسؤولة، بدون ما يبقى فيه تلفظ بألفاظ غير مناسبة وهكذا. يبقى احنا خدنا قيمة المسؤولية وقيمة التسامح وثقافة اسمها دي ثقافة الحرية، وبكده احنا نبقى خلصنا من الجزء او الفصل الثاني، الدرس الثاني. ان شاء الله عن قريب هننزل الفصل ايه الثالث ان شاء الله. سلام عليكم.